السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في تطبيقات المجالات الكهربية، وهو الدرس الثاني في الفصل السادس. درسنا سابقا الشحنات الكهربية وعرفنا قوة التنافر وقوة التجاذب بينها. اليوم ندخل في موضوع توزيع الشحنة وتشاركها، يعني كيف تتوزع الشحنة في الأجسام. أولا، إذا كان الجسم عازل تبقى الشحنة في مكانها، تبقى الشحنات في مكانها، قد لا تتوزع بانتظام، وقد تبقى في جانب وحي من الجسم لأن المادة غير موصلة، بالتالي لا تسمح بحركة الشحنة خلالها. أما إذا كان المادة موصلة فهنا تتوزع الشحنة. إذا كان المادة موصلة، أولا تتوزع الشحنة على السطح الخارجي، تتوزع الشحنة على السطح الخارجي. يعني مثلا إذا كان عندنا كرة وشحناها بشحنة كهربية، كل الشحنات تتجه إلى وين؟ إلى الخارج، كل الشحنات إلى الخارج، والسبب قوة التنافر بين الشحنات المتشابهة. السبب في توزيع الشحنة على السطح الخارجي للكرة الموصلة إذا كانت مفرغة أو إذا كانت مجوفة على السطح الخارجي هو قوة التنافر. وبعد أن تتجه إلى السطح الخارجي تتوزع في السطح الخارجي بالتساوي، يعني كثافة الشحنة السطحية متساوية على سطح الجسم. تاني بالله نعيد هذه النقطة، الشحنة تتوزع على السطح الخارجي، وتتوزع على السطح الخارجي بالتساوي. لماذا؟ أيضا يحكمها قوة التنافر، لأنه لا يمكن أن تكون هنالك شحنات بينها قوة تنافر أكبر من شحنات قوة التنافر بينها أقل، ومحصلة القوة هي التي تعمل على توزيع الشحنات بالتساوي على السطح الخارجي. طيب، ده بالنسبة للكرة الواحدة. طيب، إذا كان لدينا كرتان متساويتان في الحجم، يعني متساويات السطح، شوف هنا الشكل إيه، عندنا كرة مشحونة إذا لا وكرة أخرى متعادلة. إذا لامسنا الكرتان لأنهم متساويين في الحجم، نلاحظ أن الشحنة المتوزعة تتوزع بالتساوي، بحيث يكون المسافات بين الشحنات ثابتة ومتساوية. طيب، ما السبب؟ أولا، يؤول كل جسم إلى أو أي نظام يؤول أي نظام إلى الاتزان. كيف يعني اتزان؟ عندما تصبح طاقته أقل ما يمكن، ده معنى الاتزان من ناحية الطاقة، إنه الطاقة تكون أقل ما يمكن، ولهذا تتوزع الشحنة الكهربية في أي موصل في أي موصل أو جسم موصل، أي جسم موصل على سطحه الخارجي بالتساوي. أو يؤدي إذا لمسنا بجسم آخر إلى توزيعها عند ملامسته جسم مشحون، أو عند ملامسة جسم مشحون لجسم
آخر غير مشحون كما في هذه التجربة. طيب إذا كانت الكرات في الحالة الأولى قلنا الكرات متساوية في الحجم، في الحالة الثانية لدينا كرتان، الأولى حجمها كبير والثانية حجمها صغير، وشحنات فيهم متساوية 4-4. الشحنة ذات الكثافة الأكبر يعني عدد الشحنات في وحدة السطح أكبر، لاحظ هنا الشحنات متباعدة لكن هنا الشحنات متقاربة، وجود الشحنات متقاربة يجعل الجهد عالي، وجود الشحنات متباعدة يجعل الجهد منخفض. ليه؟ أن القوة التنافر بين هذه الشحنات أكبر من قوة التنافر بين هذه الشحنات، لأن المسافة أقل في قانون كولوم، عارفين المسافة تتناسب عكسيا مع القوة، فكل ما قلت المسافة زادت القوة، زادت قوة التنافر أو قوة التجاذب، لكن في هذه الحالة الشحنات متشابهة، قوة التنافر أكبر، في هذه في الحالة قوة التنافر أقل لأن المسافة بين الشحنات أكبر لأن المساحة أكبر. طيب عندما يتلامس الكرتين نلاحظ أن مع أن الشحنات متساوية في الاثنين لكن انتقلت الشحنات من الكرة الأولى إلى الكرة الثانية، من الكرة الأصغر إلى الكرة الأكبر، من الكرة ذات الجهد العالي إلى الكرة ذات الجهد المنخفض. طيب متى يتوقف هذا الانتقال للشحنات؟ يتوقف انتقال الشحنات من الجسم الأعلى جهد إلى أقل جهد عندما يتساوى جهد الاثنين، عندما تتساوى المسافات بين الشحنات، عندما تتساوى المسافات بين الشحنات يصبح الجهد متساوي، وبالتالي يتوقف الانتقال لأنه محصلة القوة في هذه الكرة تصبح مساوية لمحصلة القوة في هذه الكرة، وبالتالي يمتنع انتقال الشحنات الكهربية. طيب أخذنا المثال على كرتين متساويتين، وأخذنا المثال على أو توزيع الشحنات على كرتين غير متساويتين في الحجم. ننتقل لنقطة ثانية، نلاحظ أن في شاحنات نقل البنزين أن هنالك سلاسل صغيرة متدلية تحمل في أسفلها كتل معدنية صغيرة حتى تجعلها رأسية في وضع رأسي، وتلامس الأرض كل فترة أثناء حركتها. طيب ما الهدف من هذه العملية؟ العملية دي اسمها تأريض، لأن هذه الأسلاك تلامس الأرض، وعملية التأريض مرت علينا من قبل، هي توصيل الأجسام بالأرض لتفريغ الشحنات الموجودة فيها. طيب من أين تأتي الشحنات في صهاريج نقل البنزين؟ نتيجة للحركة والاحتكاك، احتكاك البنزين بجدار الخزان، خزان الوقود، يحدث توليد لشحنات كهربية. ومعروف أن البنزين من السوائل المتطايرة اللي هي تتبخر بسهولة عند درجات حرارة منخفضة، فالشاحنة متحركة حولها هالة من بخار البنزين، ولهذا السبب يقول لك مكتوب على كثير من الشاحنات لا تقترب إلى مسافة أقل من كذا. ليه؟ لأنه حولها في بخار بنزين، فإذا تعرضت لأي شرارة قابلة للاشتعال طبعا البنزين يشتعل بسهولة. طيب في هذه الحالة نتيجة لتراكم الشحنة بسبب الاحتكاك على خزان الوقود، إذا تفرغت هذه الشحنة إلى الأرض عبر بخار البنزين سيشتعل البنزين وتكون هنالك كارثة. وحتى لا تحدث هذه العملية وضعت هذه السلاسل المتدلية لتلامس الأرض لتفرغ الشحنات الكهربية عبر الموصل الكهربي، لأنه جيد التوصيل، فالشحنات تعبر من خلاله ولا تعبر من خلال الهواء المحاط أو المليء ببخار البنزين، وهذا يسبب حماية وسلامة لناقلات البنزين. طيب نلخص هذا الكلام، الاحتكاك يشحن صهاريج البنزين، فإذا تفرغت الشحنة للأرض عبر بخار البنزين
يحدث اشتعال. كذلك في جهاز الحاسوب أو معظم الأجهزة الكهربية الإلكترونية، تأريض جهاز الحاسوب بوصله بالأرض حتى يفرق الشحنة للأرض بسبب فرق الجهد بينهما. لما يكون مشحون الأرض، طبعا جسم ذو سعة كبيرة جهده تقريبا يؤول للصفر لأنه فيه شحنات إلكترونات، لكن لأن توزع هذه المساحة الشحنة على مساحة كبيرة يجعل الجهد صغيرا بينهما. فإذا لامسه شخص فستتفق دفق الشحنة من الحاسوب. هذه كلها تطبيقات المجالات الكهربية لشخص، مما قد يؤدي لتلف الجهاز أو إيذاء الشخص. ولهذا يفضل تأريض الحاسوب. هذه النقطة المفروض تكون هنا. نعم يا حبيب. تأريض، نعيد نفس الكلام، جهاز الحاسوب بوصله بالأرض حتى يفرق الشحنة للأرض بسبب فرق الجهد، لأن جهد الحاسوب يكون أعلى. الأرض جسم كبير، سعة الكهربية عالية، فيه شحنات كثيرة من الإلكترونات بسبب وجود المعادن، ولكن لتوزع الشحنة على المساحة الكبيرة يجعل جهده منخفضا. فإذا لامسه شخص فستتدفق الشحنات من الحاسوب للشخص، مما قد يؤدي لتلف الجهاز أو إيذاء الشخص طيب المجالات الكهربية بالقرب من الموصلات. المجالات الكهربية، نحن درسنا المجال الكهربي، قلنا هو القوة المؤثرة على وحدة الشحنات عند نقطة ما داخل المجال. فلدينا كرة سالبة ذات شحنة عالية، حولها يوجد مجال كهربي. يعني مثلا عشان نقرب النقطة أكثر، أفرض شحنة موجب كيو، حولها مجال كهربي. إذا وضعنا شحنة عند ألف، شحنة اختبار موجبة، تلقائيا تتحرك إلى وين؟ إلى باء.
طيب ما الذي يجعل الشحنة تتحرك من ألف إلى باء؟ وجود فرق جهد بين النقطتين ألف وباء. ما سبب وجود فرق الجهد بين النقطتين ألف وباء؟ هو المجال الكهربي، لأنه إذا أبعدنا الشحنة أبعدنا انتفى وجود المجال، الشحنة لا تتحرك من ألف إلى باء. فإذا المجال الكهربي يجعل هناك فرق في الجهد بين النقاط داخله، بين النقاط داخله حسب بعدها من الشحنة، والفرق في الجهد هو الذي يجعل الشحنات الكهربية تتحرك. لهذا السبب دائما حركة الشحنة تحتاج إلى مجال كهربي يولد فرق الجهد ليؤدي إلى تحريك الشحنات الكهربية. طيب الشحنات معروف أنها تتوزع على الأسطح إذا كان مفرغة أو إذا كانت مصمتة، تتوزع الشحنات على سطح الموصل الخارجي المصمت أو المجوف، كله يتوزع على الخارج، ويعمل الوعاء الفلزي المغلق، يعني ما في فتحات، ما في فتحة، عمل درع واقن. يحمي ما بداخله من المجالات الكهربية. كيف؟ نفرض كرة مجوفة، نفرض كرة مجوفة، الشحنة في الخارج، شدة المجال الكهربي في الوسط كم تساوي؟ إي تساوي صفر، ولهذا تحميه لأن الجهد الكهربي هنا يساوي صفر في الوسط. وعندنا أمثلة كثيرة لهذه العملية. السيارة في لحظات البرق السيارة تعتبر درع واقي، يعني بشرط أن لا نلامس أي جزء معدني يوصل الشحنات الكهربية للبرق إلى الداخل. المثال مثال السيارة تحمي الناس من المجالات الكهربية الناتجة عن البرق. ده مثال. لماذا؟ لأن المجال الكهربي أو شدة المجال الكهربي في داخلها تساوي صفر. نقطة أخرى، لا يكون، نحن ذكرنا أنه في الداخل صفر، في الخارج لا يكون صفر، لا يكون المجال الكهربي خارج موصل مشحون صفرا، ويكون المجال الكهربي أكبر ما يكون عند الرؤوس المدببة، عند الرؤوس المدببة، يعني زي هذا السطح. لاحظ الشحنة هنا مركبة بشكل أكبر، الشحنة على الرأس المدبب، رأس مدبب. هنا نلاحظ أن الشحنة متباعدة، ولكن عند هذه النقطة نلاحظ أن كثافة الشحنة عالية، وهذا يعني أن أو يجعل المجال حول الرأس المدبب أكبر. طبعا ليه؟ السبب لزيادة الشحنة فيها، زيادة الشحنة
فيها، تتركز الشحنة دائما على الرؤوس المذبحة. طيب إذا كانت شدة المجال يعني تركزت شحنات كبيرة جدا في الرأس المدبب فتولد شدة مجال كبيرة الكهربي كبيرة بدرجة كافية حول الرأس المدبب، يسارع الإلكترونات يسارع الإلكترونات والأيونات وتظهر في شكل وهج وردي. مثال: ما يشاهد داخل كرة التفريغ الكهربي، كرة التفريغ الكهربي التي تحوي غازات، كرات التفريغ الكهربي وموجودة في المختبرات في أنبوب أو يسموها أنابيب التفريغ الكهربي، فيها أنبوب يحتوي على الهيليوم، فيها أنبوب يحتوي على النيون، حتى لمبات النيون العادية الموجودة في الغرفة الطويلة هذه اللي نستخدمها هذه أنبوب تفريغ كهربي، والإضاءة ناتجة عن حركة الإلكترونات والأيونات. نقطة أخيرة في هذه، إذا كانت شدة المجال كبيرة، الكهربي كبيرة بصورة كافية ستنتج حزمة أو تيار أيونات وإلكترونات، طبعا تتحرك عكس الأيونات الموجبة والإلكترونات السالبة، لكن الأيونات السالبة تتحرك في نفس اتجاه الإلكترونات، أيونات وإلكترونات تشكل البلازما، والبلازما عارفين هو الهواء الذي يحوي الأيونات والإلكترونات وهو ما يجعل الهواء موصل للكهرباء، وتصدر شرارة كهربية. أما في الحالات الشديدة يعني ما تصبح شرارة، تصبح برق الكهربائية، فينتج البرق، يعني البرق ما هو إلا حالة بلازما. وللتقليل من عمليات التفريغ الكهربي، ها المفروض نعمل ايش؟ نغير السطح المدبب بسطح ايش؟ املس. عمليات التفريغ الكهربي وحدوث
الشرارة الكهربية حتى نقلل الجهد وحدود الشرارة الكهربية، وبالتالي نقلل فرق الجهد، تجعل أو نجعل الموصلات الكهربائية ذات الشحنة الكبيرة. المهم لا تكون مدببة، لا تكون مدببة، أو التي تعمل تحت فروق جهد كبيرة نجعلها إيش؟ نجعلها ملساء وانسيابية، يعني ما تكون مدببة، ملساء وانسيابية. طيب، انسيابية الشكل لتقليل المجالات الكهربية وبالتالي تقليل فرق الجهد، لتقليل المجالات الكهربية. و لا 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 عندنا هنا اسلاك الكهرباء طيب مدببه لكن لها لا اقل تدبب، وحتى فروق الجهد فيها منخفضه. يعني اسلاكنا في المنزل تحمل 220 فولت، 220 فولت ما هو جهد عالي. طيب، من التطبيقات على هذا الكلام على الرؤوس المدببه مانعه الصواعق. مانعة الصاعقة اللي هي تحمينا، نضعها دائما في المنازل وفي المصانع في المداخن في أي منطقة، الأبراج نضعها في منطقة عالية حتى تحمي المبنى إذا كان برج أو إذا كان بيت عادي أو إذا كان مصنع أو إذا كان مدخنة عالية حتى تمنعها من البرق، لأن البرق عادة يصيب المناطق الأقرب إلى السحابة، المناطق المرتفعة على الأرض. طيب، ما هي مانعة الصواعق؟ أولا تركيبها قضيب ذو رأس مدبب موصل بسلك بالأرض. يعني مانع الصواقع هي تطبيق للمجالات العالية في الرؤوس المدببة في منطقة عادة تكون المنطقة رطبة عشان تكون ايش؟ جيدة التوصيل. والمجال الكهربي، والمجال الكهربي طيب ده بالنسبة للتركيب في منطقة رطبة. عمله، تركيبه وعمله، المجال الكهربي الكبير حول الرأس المدبب يسرع أو يسرع الإلكترونات والأيونات فيتشكل مسار موصل من طرف، طبعا عبر الهواء، من طرف الرأس المدبب للقضيب إلى الغيوم أو العكس، فتتفرق نقطة واحدة شحنات الغيمة في صورة
شرارة وعبر مانعة الصواعق عبر الموصل تنتقل الشحنات الكهربية للأرض بصورة آمنة. ننتقل الآن إلى موضوع آخر وهو تخزين الشحنات. هل يمكن تخزين الشحنات الكهربية لنستفيد منها؟ في العالم كان هناك تجارب كبيرة جدا، حتى أن بعض العلماء فكروا في تخزين شحنات البرق حتى تستفيد منها البشرية. والجهاز الذي نستخدمه ويسبب حماية للأجهزة الكهربية، يعني يوجد في كل الأجهزة الإلكترونية، هو المكثف الكهربائي، يسمى جهاز المكثف الكهربائي. فإذا المكثف الكهربائي هو جهاز يستخدم لخزن الشحنات الكهربية، بدلا في الحاسوب ما تصقع الناس أو تحصل تولد مجال ويتفرغ عبر شخص، أو قد يؤذي الإنسان، أو قد يخرب أو يتلف الجهاز، نخزن داخل مكثف كهربي. فإذا المكثف الكهربي عبارة عن جهاز تخزين الشحنات الكهربية، وممكن نستخدمها لاحقا. طيب بالنسبة للمكثف، تركيبه موصلين، عبارة عن موصلين يفصل بينهما مادة عازلة. ده طبعا في الصورة البسيطة جدا، موصلين بهذا الشكل تفصل بينهم مادة عازلة، قضيبين متوازيين أو لوحين متوازيين، لوحين متوازيين بين الاثنين توجد إيش؟ مادة عازلة. وعادة قطب يكون موجب والقطب الثاني يكون إيش؟ سالب. وممكن بالتالي يعمل عمل شحنة كهربية. طيب الآن القوارير عندنا أو علب الحليب أو علب الزبادي، دائما نجد عليها ما يسمى بالسعة، سعة 2 لتر، سعة 4 لتر، دبة الماء المنهل 10 لتر وهكذا. طيب في الكهربية ما هي السعة الكهربائية؟ السعة الكهربية هي مقدار ما أقصى كمية يستطيع أن يخزنها المكثف، وهي يمكن حسابها بطريقة رياضية أو تعريفها بطريقة رياضية، هو نسبة الشحنة إلى فرق الجهد. وقانونها هو C تساوي Q على دلتا V. قبل ما ندخل في 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 القانون والتطبيق، المكثف يستخدم في ايش؟ فيما نستخدم المكثف استخدامه تخزين الشحنات في الدوائر الكهربية، تخزين الشحنات في الدوائر الكهربية، دائرة الراديو، دائرة التلفزيون، دائرة كذا.
طيب ما هي وحدة السعة الكهربية؟ ما هي وحدة السعة الكهربية؟ وحدة قياس السعة الكهربية هي الفرد، الفرد، والفرد يساوي واحد كولوم على فولت، الفرد واحد كولوم على فولت. طيب ما هو الفرد؟ الفرد هو سعة مكثف شحنته واحد كولوم وفرق الجهد بين طرفيه واحد فولت، هذا تعريف الفرد. طيب على ماذا تعتمد سعة المكثف؟ يعني دبة الماء أو قارورة الماء على حسب حجمها، السعة تعتمد على حجمها، لكن في المكثفات تعتمد على إيش؟ تعتمد على الأبعاد الهندسية للمكثف. السعة تعتمد على الأبعاد الهندسية للمكثف فقط.